بيلعب الكرة داخل منطقة الجزاء لكن متعدي وبيلحق عليها على طول علاء الشجران. علاء الشجران بيلمها قبل خروجها إلى خارج أرض الملعب. علاء بيحاول يتخلص. علاء ورقابة لصيقة من جانب محمود البصولي. ترجع الكرة عند عبد الله عبيدات وتغيير كل اللعب عند أنس بن ياسين. الكرة بتطول على أنس وتروح إلى خارج أرض الملعب. أنس بن ياسين اللي طبعا عمره 20 سنة هذا اللاعب وكان مطلب من الأندية الكبيرة في العاصمة الأردنية عمان نظرا لما يتمتع به هذا اللاعب من قوة بدنية وكذلك الأمر ذكاء. وبالتالي يعني هذا اللاعب مع صغر سنه أيضا يعتبر باستمرار من اللاعبين اللي بتتوجه إليهم الأنظار. حال حال طبعا حمزة الدردور اللي كانت تناقلت الأخبار يعني أنه كان تلقى عرض مغري من أحد الأندية الكويتية ولكن إدارة الرنثة رفضت الخوض في هذا الحديث. وهدف هدف رائع من علاء الشجران. علاء الشجران يسجل هدف بطريقة غريبة جدا. علاء الشجران إذن يسجل الهدف الأول لفريق الرمثة ويضع فريق الرمثة بالمقدمة وينثر الفرح هنا على مدرجات استاد الحسن في مدينة إربد. ركلة حرة مباشرة لعبها وخطأ تقديري من حارس المرمى هشام الهزايمة. الكرة إذن تغازل شباك العربي وتعلن عن أول الأهداف لفريق الرمثة. بكل تأكيد أي هدف يسجل سيكون له وزنه الثقيل جدا من أجل المحافظة على البقاء. إذن الدقيقة 18 في هذه المباراة تحمل معها أنباء سارة لعشاق وأنصار وأحباب فريق الرمثة بهدف غريب عجيب من جانب اللاعب علاء الشجران. علاء الشجران إذن يضع إمضاءه على ثاني أهدافه في مسابقة الأندية مسابقة بطولة الدوري الأردني الممتاز. وهنا الكرة كان تمركز خاطئ تماما من جانب الحارس وكرة ملعوبة على المقص الأيمن لمرمى فريق العربي وهدف جميل جدا. هدف لفريق الرمثة لا شيء لفريق العربي هنا على استاد الحسن في مدينة إربد. شوف مرة أخرى دائما وأبدا غلطة الشاطر بعشرة لكن أعتقد بأنه غلطة هشام الهزايمي كانت بألف لأنها خطأ من شأنه أنه يحرج وضعية فريق العربي من أجل البقاء. إذن الرمثة هدف العربي لا شيء وكذلك الأمر هي النتيجة في استاد مدينة السلط بين فريقي الجزيرة وشباب الحسين. فريق الجزيرة يتقدم على شباب الحسين بهدف دون مقابل. إذن فريق الرمثة يصل لتسجيل هدف باعتقادي بأنه سيغير من شكل المباراة تماما. سوف يلغي عملية الحرص والحذر اللي بدأ بها الفريقين هذه المباراة وربما يعطي لفريق العربي الفرصة من أجل مغادرة المناطق الدفاعية وكذلك الأمر لربما يتمكن فريق الرمثة من الاعتماد على الهجمات المرتدة إذا من دفع فريق العربي للتعديل. وهنا كرة ملعوبة من استمانة بدأت المرور من الأول والثاني وكرة لا تزال بحوزته خطر المحاولة جول. هي من العقرب بدران الشجران يسجل الهدف الثاني لفريق الرمثة ويزيد غلة فريق الرمثة من الأهداف إلى الهدف الثاني ويضاعف فرص فريق الرمثة من أجل البقاء كما فعلها في الموسم الماضي عندما استطاع أن يسجل هدف أغلى من الذهب لفريق الرمثة في مرمى شباب الأردن. ها هو يستغل الكرة العرضية اللي أبدع فيها إيما إبداع حقيقة استمان عبيدات. إذا كان هنالك من صانع وإذا كان هنالك من صاحب فضل الأول في هذا الهدف فباعتقادي أنه المجهود البدني اللي كان رائع للغاية من استمان عبيدات اللي مر من ثلاث لاعبين ومرر كرة عرضية على طبق من ذهب لبدران الشجران اللي على طول لم يتوانى عن لدغ الشباك بهدفه الشخصي السادس بهذه المسابقة وهدفه الثاني في أو الهدف الرمث الثاني في فريق العربي. كرة منقولة إلى الأمام. إذا مباراة تشتعل مباراة بتولع وباعتقادي أنه فريق العربي بات مطالبا بأن يتخلى تماما كل التخلي
عن البداية التي بدأ بهذه المباراة. كرة منقولة عند محمود البصول، يلعبها محمود البصول إلى عماد الذيابات، تحاول عماد الذيابات مقطوعة مرة ثانية، وسليمان عبيدات هو المقر، هو اللي في الكرة. شاهدنا المجهود اللي رائع جدا حقيقة، التمريرة كانت أحلى من الهدف لسليمان عبيدات. الفترة الماضية هنا سقوط للاعب فريق العربي عمار أبو عليقة اللي كان سجل هدف الفوز لفريق العربي على الرمتة في مباراة الذهب، فيما هنا فريق الرمثة يتقدم بهدفين دون مقابل. ونحن لا نزال مع منتصف أحداث الشوط الأول من المباراة. كرة في وسط الميدان، أنس بن ياسين، صافرة وخطأ على أنس. شوف مرة ثانية المجهود الخرافي من سليمان عبيدات، والتتويج لهذا المجهود من جانب بدران الشقران اللي بيسجل الهدف الثاني لفريق الرمثة. كرة ملعوبة، وهنا استقبال من حمزة الدردور، حمزة الدردور، وبيتحصل حمزة على رمية تماس، رمية تماس لفريق الرمثة. كان طبعا أمام الفريقين حوالي شهر من الاستعداد والتجهيز لهذه المباراة بعد توقف منافسات الدوري الأردني لإفساح الفرصة أمام النشامة من أجل التحضر لموعدهم اللي فات مع تركمانستان. وباعتقادي أنه الفريقين وصلوا إلى مستوى من الجاهزية. كذلك الأمر لا ننسى الحوافز التي قدمت من جانب أبناء مدينة إربد لفريق العربي وأبناء مدينة الرمثة لفريق الرمثة من أجل تقديم أفضل ما لديهم. هنالك الوعود بالمكافآت المالية، وهنالك أيضا الوعود برحلات العمرة، وبالتالي أعتقد أنه اللاعبين أيضا محبة من جانبهم لناديهم وانتماء كذلك من أجل تقديم أفضل ما لديهم. كرة رأسية، داود أبو القاسم بيعلي الكرة في الأمام، خطرة ناحية حمزة الدردور، حمزة بيحاول لكن الكرة بطول منه بتروح إلى خارج أرض الملعب، ضربة مرمى. تعود طبعا الأفراح لجماهير الرمثة في فترة انحبست فيها طبعا الأفراح من جانبهم بعد النتائج اللي لم تكن مرضية لهم على الإطلاق. وهنا لابد القول باستمرار انه التشجيع، وحمزة الدردور يتقدم.